بن ناصر بن شارة مقاوم كبير تاع الجنوب، انزاد عام 1804 في منطقة الغواط وين كان حاكم رأس عدة قبائل صحراوية. في عام 1852 الاستعمار الفرنسي هجم على الغواط. بن ناصر بن شهرة جمع جيش تاع عدة قبائل باش يدافعوا على المدينة بعد معارك عنيفة وين فرنسا استعملت أسلحة كيميائية خطيرة. سقطت الغواط في أيادي العدو وقريب كل سكان المدينة تقتلوا في مجزرة مخيفة. بن ناصر بن شهرة حبط للصحراء مع واش بقالوا من المناضلين وأسس قاعدة عسكرية في جنوب تونس وعطلوا دخول فرنسا في الصحراء عدة سنين. في 1870 جرب يلتحق بهم رجل معروف بزاف وهو محي الدين وليد الأمير عبد القادر. الحق محي الدين لتونس بصح السلطات الفرنسية كانت تعس فيه، إما للعبها مولي لسوريا عند باباه وطلع في البابور. بصح في ليبيا حبط بالتخبية من البابور ومشى حتى جنوب تونس من كان يستنى فيه بن ناصر بن شهرة. مدلوا محي الدين بزاف الدراهم وكتبوا مع بعض رسائل ناديو فيهم للحرب. هاد البراوات داروا ضجة كبيرة والقبائل الصحراوية دخلوا هكذا في الحروب تاع 1871 بجانب الشيخ المقراني. بعد معارك كبار ضد الاستعمار الفرنسي في الصحراء والجبال بدأوا يطيحوا كل القيادة الجزائريين وتقتل الشيخ المقراني القائد الكبير، إما لزادوا انسحبوا الجيوش اللي يبقوا مع بن ناصر بن شهرة وراحوا لتونس باش يلموا قواتهم. بصح فرنسا فاقت بهم وحاربتهم حتى لتم، وهكذا بن ناصر بن شهرة 70 سنة في عمره ما بقالوا لا جيش ولا قاعدة عسكرية وقرر يجبد روحه لبنان عند محي الدين ابن عبد القادر. وتوفى الشيخ بن ناصر بن شهرة في لبنان عام 1885 بعيد عن أرضه بعد 20 سنة من الكفاح. هذا هو التاريخ والرجوع عليه يخلي القاعدة مليانة بأشياء تهمنا ومع حكاية واحدة أخرى من زمان. نتمنى لكم الخير والهنا.